كان انت عارف ان النتيجه مو تم شغل لنا مو شجعوا شجعنا وسوينا وحركنا اعصابنا واخر شيء النتيجه 3-1 لا لعاب ولا المدرب ولا كل شيء يعني مو شفت انت المباراه انا شفتها المباراه عاد طروف شاذنها كما قال مسمى اخر شيء اما من البدايه ما ابغى تحرق دمي صراحه والله انا ما منظلم بعض اللعيبه صراحه ادوا هي وعندك الحارس وعندك اللي هو الخميسي بعض الشباب ما فيهم صراحه وجوده مثل عدمه للاسف ما شيء جديد ما شيء جديد في المنتخب ما بدينا حيله حقيقة يحتاج إعادة صياغة لفريق كامل فريق وجاب فريق ثاني مرة من الفريق هذا الفريق ما قال المعلق حتى ما يوصلهم من برج الصحن ما بيدينا حيلة الحيلة حيلة جل جلال أنت لا ترفع ضغطك يعني إحنا حقيقة خلال السنوات الماضية تعودنا هذه الشغلة تعودناها هي لا جديد لا جديد لا جديد يقال هم بقى الخمس دقائق أيجيك بعد ساعة احنا من جلسنا هناك ما عليه برايه ترى مواعيد مواعيد ومواعيد عرقوب لا مواعيد لا علم ما يقال لا علم ما يعني انا ما اتكلم عبد الله معك الجواب الجواب عسكريين فراولة يا سيدي يا عمي من ساعة انتظار نعم ورغم تعبي كله ورغم انه مشاويري ما مخلصه قلت اول شيء اروح اسلم على اخواني نعم سعيد ومشاري محمود يعطيكم الصحه والعافيه كيف مستغربين والله رابك ابو يرابوك اي عزيمه اي عزيمه رب ربك يا مستغرب منهم لا اله الا الله مواعيد يوم تجيب لك رزق انا مو ابغى لي توجيه احنا كنا سته ما ابغى والله ما تجيب غير تو تجيب مشاكل تو من يخلص لك الكاميرا راح تديني مين انا من طريق لحد وقعدت تكلمنا عن المنتخب الظاهر مبين عن المنتخب ماخذين كل باشا انا والله ماشي الكلام صحيح والله صحيح صح كلامه ابو شارو قال بس بطور عادلته من يوصل بالسلامه هنبدا عن نحلل المباراه هي هي استوديو النجوم والله ما شفتها والله انت ما تفجر انت من الفلوس اللي عليكم هاتوا الفلوس اللي عليكم هاتوا الفلوس اللي عليكم ايش اسباب هزيمه المنتخب برايك الروح الوطنيه اللي ما موجوده في اللعيبه امانه المفروض قتال لاسباب كثيره ما من انه والله خسروا عليهم في معسكرات كذلك انا ما ممكن تقول انه ما عندهم روح وطنيه الله يرضى عليك ليش عادل وطنيه انت على ارضك وذاك الجمهور هذا اول شيء فريق ما يخوف لانه جاي يوم انت هزمته في ارضك من 20 سنة ها؟ من 20 سنة إن شاء الله من 200 سنة إذا الاسم ما يخوف لا مش هيترى عمر من قبل ما بين عسكر رايحين إسبانيا وعسكرين هناك من؟ لكن ما سمعت أنا مدرب ينزل لاعب لا بمكانه في مباراتين واحد جناح وهو ما أساس الجناح يمين المهم صار خير جماعة الخير هو عمرو أنا قايله عمرو بإذن الله من عمر من إيه؟ عمرو تواصل معه ترى من تواصل مع من؟ الشلهافي تواصل مع عمرو ليش؟ قال ابوي تجهز ترى هو مو باغل له مو باغل له من تحط ذاك من جنب الحارس اي كوره ابغى تدخل صحيح مهاجم خطير ابو حميد وخلى له مو يهاجم والله نعم صدق ابو سعيد والله صدق ما يهاجم غير صحن العيش خط 18 من الفريق نعم 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 صحن عيش اركض ما تركض صحيح والله باغ الصرخة الصرخ الصرخ والله ما شفتها والله اني توقعت انه يعني تكون مثل هذه المباراة وما بغيت صراحة ارفع دمي لان ضغطي واجد يرتفع
لاحظ عدة في المباراة، لكن بعض